هذا الحدث كيفاش عرفوا كيفاش كاين عند الصحفيين وكيفاش كاين عند البرلمانيين وكيفاش كاين عندنا في جلسة عمومية يعني في لقاء ديال مجموعة ديال الصداقات والشعب مع دول مع مديرية ديال أمريكا اللاتينية في وزارة الخارجية. وفي نقاش في ذلك تعبر رئيس مجلس النواب على أنه ما مرتاحش ما حصل في الشيلي ما مرتاحش وعنده عليه تقرير. ومن بعد هاد الحادثة تناسلت الأخبار خذتها الصحافة وكل واحد بتو شي تيقول هاد الرحلة كلفت 90 مليون وشي حد تيقول حتى فيها مناوشات وخصومات وشي حد كيحد فيها وكيحد فيها وكيحد فيها. فبالتالي هاد القضية وجود نائبة برلمانية ديال الفريق في المجموعة ما كيعطيهاش الصفة الحزبية ولا صفة الفريق. راه هادي مجموعة صداقة ديال مجلس النواب. ومن هنا كنتكلموا على المسؤوليات وعلى التقدير. غيكون صعيب الا لان مجموعه كيترأسها المعارضه غادي تتعرض لكل هذا الاضطهاد. لان التقاليد المؤسساتيه واضحه. الى رئيس مجلس النواب كانت عنده ملاحظات على اللجنه كان بعد عوده اللجنه ان يستدعي اللجنه ورئيس المجموعه وصديقتها للمناقشه وحولها لمعرفه ماذا حصل. وليس في تصريح صحفي أمام العلم اللي كيولي قابل لأي تأويل وكتولي عندنا الصعوبة حتى في إخضاع. هنا الفريق ما جاوبناش في عليه. هذا الشيء حصل منذ 20 يوم. حنا كنتابعوا حنا كنديروا حنا اليوم بصدد تقرير هو تقرير وغنراسلوا رئيس مجلس النواب باش يعطي الحقيقة للناس. كذا 90 مليون سنتيم تصرفات ولا هذا ليس مسؤولية أي فريق وليس مسؤولية أي نائب. من عليه أن يتحمل مسؤولية في إعطاء القيمة لرحلة معينة؟ واش كتستحق هذا المبلغ ولا ما كتستحقوش؟ واش كتستحق هذا ولا ما كتستحقوش؟ هذا الأمير بالصرف الذي هو رئيس مجلس النواب. وبالتالي مسؤولية ذلك على نائبة برلمانية تنتمي في الفريق تنعتبروا فيه مبالغات وانزياحات اللي ما عندها حتى شي معنى. نائبة البرلمانية تقوم بعملها كما يجب، هناك شق صغير حصل في هذه الرحلة. أعتقد بأنه مهم للغاية وهو كيعطينا أيضا التمر. من له الحق في رئاسة وفد؟ هذه الرحلة أو هذه الزيارة كانت بدعوة من مجموعة الصداقة الشيء، ومجموعة الصداقة الموجودة تترأسها السيدة النائبة البرلمانية عائشة البرجي من فريق الاشتراك. فرئيسة الوفد هي. وجود في الفريق في المجموعة نائبة رئيس لا يعطيها أي صفة. كيفاش تشتغل؟ أنا رئيس فريق متواجد بشعبة ومتواجد بمجموعة صداقة. ملي تنكون في شعبة أو مجموعة صداقة ما عندي حتى شي صفة أخرى ديال رئيس الفريق الذي هي صفة النائب البرلماني. وهذه الشعبة وهذه المجموعة عندها رئيس ديالها اللي حيثما حلت وارتحلت هو اللي عنده هذه الصفة. فكنعتقد صياغ بحال هذه اللي يجب أن تحصل أيضا في المؤسسة البرلمانية. يعني علاش؟ لأن الذهاب إلى رحلة على مستوى أمريكا اللاتينية أو أوروبا أو إفريقيا يجب أن يكون له إعداد كبير ما بين الفرق والمجموعات وما بين مجلس النواب. وحين لا يحصل ذلك تحصل مثل هذه اللفت. ولكن أنا أؤمن بعد كل اللي حصل للإخوان بأن إلى حيدنا هاد الزبعة كلها غنلقاو الحدث بسيط. ولكن من أعطاه هذا التصريح هو تصريح داخل العموم والعمل المؤسسات اللي يكون بذلك يكون بداخل